السلام عليكم. انتقل إلى رحمة الله في الساعة الأخيرة حارس المنتخب الوطني الجزائري بعد أزمة قلبية لمت به وسط حزن الجميع عليه. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سبق للراحل اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري 18 مقابلة، كما أشرف على منصب مدرب حراس المنتخب الوطني في الألفية الجديدة، ويعد الراحل أسطورة نادي نصر حسين داي، حيث تألق مع الفريق في فترات السبعينيات، ويتعلق الأمر باللاعب وحارس المرمى سعيد أوشان رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.